ألعاب التضامن الإسلامي بكونيا التركية أنهى المنافسة في المرتبة العاشرة في جدول الميداليات من جملة 54 دولة مشاركة في هذا الحدث الرياضي وتحصلت الجزائر على 42 ميداليه مختلفه الالوان منها سبع ذهبيات 12 فضيه و 23 برونزيه وتعد هذه المشاركه هي الاحسن من حيث الميداليات للجزائر رغم غياب العديد من المع الرياضيين في مختلف الاختصاصات بسبب الاصابات او التزامات اخرى.